اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بدعوة من الرئيس الأسد، السوريون يتضرعون إلى الله في صلاة الاستسقاء المغفرة والرحمة والغوث. نحن جئنا إلى جنيف حاملين معنا هموم شعبنا ومطالبه، وفي مقدمة هذه الهموم مكافحة الإرهاب. المعلم، الحوار البناء يجري تحت سماء الوطن ومستقبل سوريا لا يمكن تقريره مع تيار صغير يسمي نفسه معارضة. السوريون والعرب من جنيف إلى دمشق وحلب، ندعم تمسك وفد الجمهورية العربية السورية بالثوابت الوطنية. والمساعدات الإنسانية تستأنف دخولها لمخيم اليرموك بعد إطلاق الإرهابيين النار عليها أمس. مساء الخير. فترة الأخبار الرئيسية من المركز الإخباري في دمشق، مرحبا بكم. وفي تفاصيلها، تلبية لدعوة من السيد الرئيس بشار الأسد، أقيمت اليوم صلاة الاستسقاء في كل مساجد سوريا عقب صلاة الجمعة. تضرع خلالها المصلون إلى الله تعالى أن يمدنا بالغيث رحمة للعالمين. بعد أداء صلاة الجمعة أقيمت في مساجد سوريا صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة السيد الرئيس بشار الأسد، حيث تضرع المصلون إلى الله تعالى أن يمدنا بالغيث رحمة للعالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واجعلنا من عبادك الشاكرين. والأزمة زادت شدتها، يا أزمة علك تنفرجي، فبكل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل نجي. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أثناء أدائه الصلاة في مسجد السيدة خديجة في طرطوس دعا الله عز وجل أن يغيث الإنسان والزرع والضرع من قطر السماء، ويسبغ على سوريا نعمة الأمن والأمان، ويمكنها من النصر المؤزر على أعدائها. صلاة الاستسقاء هي استغفار، هي العودة إلى الله، هي التوبة وهي العودة إلى الله. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الإسلام هو أخلاق وهو بناء، وليس هو تهديم وليس هو قتل، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي دعوة كانت ومن من مهما صدرت، وأي وهابية وأي سلفية جهادية وأي تكفير وأي كذا، فهو لا ينتسب إلى دين. قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. وأكد أئمة وخطباء المساجد في خطبهم طلب المغفرة والرحمة والغوث وربط الاستسقاء بالدعاء والاستغفار والإنابة لله عز وجل. اللهم نسألك أن ترسل لنا الغيث، اللهم نسألك أن ترسل لنا الغيث، اللهم نسألك أن تجعلها سقيا رحمة وإغاثة. لبينا الدعوة لإقامة هذه الصلاة، وبهذه المناسبة نتوسل إلى الله العلي القدير بأن تزول الغيمة السوداء عن سوريا الوطن، سوريا التاريخ، سوريا الحضارة. ولهج الأئمة بالدعاء إلى الله تعالى أن تبقى سوريا حاملة راية الحق تعليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف وليد المعلم أن مستقبل سوريا من الصعب تقريره مع تيار صغير يسمي نفسه معارضة. وقال المعلم في مؤتمر صحفي من جنيف إنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بسبب عدم نضج وجدية الطرف الآخر، بالإضافة إلى الجو المشحون والمتوتر الذي أرادت الولايات المتحدة أن تغلف به اجتماع جنيف.
حضر أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية إلى القاعة الثالثة من قصر الأمم، وفيها كان المؤتمر الصحفي الختامي لرئيس الوفد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، مسدلا الستار عن الأيام التسعة من المفاوضات لسببين. قال المعلم إنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة، أولهما عدم نضج وجدية الطرف الآخر والتعنت على موضوع واحد، وثانيهما الجو المشحون الذي أرادت به الولايات المتحدة أن تنسف اجتماع جنيف. باختصار، الذي جرى أننا حضرنا إلى جنيف منفتحون على كل شيء، ووافقنا على النقاش في كل شيء، لكن الطرف الآخر يبدو لي أنه لم يقرأ بيان جنيف واحد جيدا، وإنما جرت برمجته على بند واحد لا يخرج عنه. صدر القرار الأمريكي من الكونغرس بتمويل تسليح المعارضة وبين قوسين معتدلة، كأن من اتخذ هذا القرار يجلس في القمر. هم يعلمون أنه لا توجد معارضة معتدلة، توجد تنظيمات إرهابية، داعش، النصرة، الجبهة الإسلامية وأزرعها المختلفة هي التي تدمر البنى التحتية وتفتك بأرواح المدنيين الأبرياء. إذا كانت الولايات المتحدة تعتبرهم معتدلون فهنيئا لها. وبعد أن أوضح المعلم أن وفد الجمهورية العربية السورية عمل على إيجاد أرضية لا يختلف عليها السوريون، أرضية تقوم على مكافحة الإرهاب، إلا أن الطرف الآخر رفض ذلك، وهنا تساءل هل هؤلاء سوريون ويمكن أن يكونوا شركاء في بناء مستقبل سوريا؟ نحن جئنا إلى جنيف حاملين معنا هموم شعبنا ومطالبه، وفي مقدمة هذه الهموم مكافحة الإرهاب. يبدو أنهم منفصلون تماما عما يجري في سوريا. حتى البيان حول الإرهاب هو من وثيقة جنيف. من يقرأ الوثيقة يجد في كل فقرة هناك نص على ضرورة أن يسود الهدوء والاستقرار لكي يفتح الباب أمام الحل السياسي. وبينما أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف أنه من الصعب تقرير مستقبل سوريا مع تيار صغير يسمي نفسه معارضة، أشار إلى أن هناك معارضة وطنية في سوريا يجب أن تدعى حتى يكون الحوار أشمل. ما زلنا نأمل ونصر على الحوار مع أوسع شريحة ممكنة مقنعة من شعبنا، وهذه نقطة جوهرية. عندما يحضر هؤلاء سنسعى بكل جهدنا حتى ينقل هذا الحوار إلى سوريا. الحوار البناء يجري تحت سماء الوطن. وفي رده على أسئلة الصحفيين قال المعلم إن بيان جنيف واحد وضع بغياب السوريين، ولا يزال هناك خلاف على تفسير بعض الفقرات فيه بين روسيا والولايات المتحدة. موضوع مقام الرئاسة، فأنا أؤكد لك لا وثيقة جنيف واحد ذكرت هذا الموضوع، وأنا قلت في مونترو لا أحد يستطيع أن ينوب عن الشعب السوري في تقرير من يقوده. النقطة الثالثة، مصير من يقود سوريا في يد الشعب السوري. المعلم لفت إلى أنه قال للإبراهيمي إن من واجبه أن يطلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن يؤكد حرصه على الحل السياسي وليس العسكري،
ولم يستغرب مسلسل الاتهامات ضد سوريا والذي لم يبدأ مع جنيف، وقال: هل تريدون منا الدفاع عن شعبنا بإرسال رسائل قصيرة إلى هؤلاء القتلة؟ وتتابعون بعد نشرتنا التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد المعلم في جنيف. الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أعلن في مؤتمره الصحفي أنه اقترح على وفدي الحكومة السورية وائتلاف ما يسمى المعارضة أن يكون اللقاء القادم حول الأجندات التي عرضت عليهما في هذا المؤتمر في 10 شباط القادم. وقال الإبراهيمي إن المحادثات لم تحقق أي تقدم، إلا أن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي يمكن البناء عليها من أجل التقدم نحو الأمام في حال وجدت الإرادة السياسية لإيجاد حل للأزمة في سوريا. وقال الإبراهيمي: سنعمل على الموضوع الإنساني وموضوع المختطفين والرهائن، لافتا إلى ضرورة التخلص من الإرهاب وضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره ويحل مشاكله بنفسه. وتعليقا على انتهاء الجولة الأولى من محادثات جنيف 2، قيمت موسكو إيجابيا بدء الحوار السوري بين وفدي الحكومة والمعارضة، واعتبرته الخطوة المهمة الأولى على طريق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في سوريا. جينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قال إن روسيا ستواصل متابعتها السياسية للحوار بين السوريين في جنيف خلال الجولة الثانية أيضا، وسترفع مستوى التمثيل عند الضرورة، مشيرا إلى أنه جرى تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات في 10 شباط المقبل. ومن أجل إيصال صوت السوريين في المحافل الدولية، اجتمع المئات من أبناء الجالية السوريين والعرب أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف دعما لسوريا وجيشها ورفضا للإرهاب، مطالبين وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف بعدم التنازل عن حقوق الشعب السوري، والوفد السوري كان تحت الطلب. وزير الإعلام السوري عمران الزعبي نائب رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف أكد للمشاركين في الوقفة التضامنية مع سوريا أن وفد الحكومة لم ولن يتنازل عن سيادة سوريا، وأن وفد المتآمرين المسمى الائتلاف يعرف جيدا أنه لا يوجد سوري يمكن أن يتنازل عن ذرة تراب من أرض سوريا. الوفد الذي فوضه الرئيس بشار الأسد بالقدوم إلى جنيف لم يتنازل ورفض أي مقترح في تنازل عن سيادة سوريا. وأضاف الزعبي: إذا أرادت المعارضة السورية أن تفتح نقاشا سياسيا فنحن أهل النقاش السياسي. إذا أرادت المعارضة السورية، مش هدول اللي حاضرين، كل المعارضة، أن تفتح نقاش سياسي، نحن أهل النقاش السياسي. إذا أراد البعض من الإرهابيين أن يفتح نقاشاً على الأرض بالسلاح، نحن أهل القتال. بدورها المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان نائب رئيس الوفد أكدت على أن سوريا لم ولن تفرط بأي حق من حقوقها وحقوق العرب. أولاً أترحم معكم على أرواح الشهداء، وأحيي نساء وعوائل وأهل الشهداء الذين لولا دماؤهم الزكية الطاهرة لما صمدنا، ونحيي باسمكم شعبنا البطل وجيشنا المقدام ورئيسنا الصلب والمحب لشعبه ووطنه. من جانبه عضو الوفد السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أكد أن الشعب السوري يقف ضد الإرهاب، وأنه لا يمكن لأحد أن يخون ثقة الشعب السوري. نحن هنا لنقول لا للعنف، لا للقتل، لا لسفك دماء السوريين. لا يمكن لأي إنسان أن يخون ثقة الشعب السوري، هذا الشعب العظيم الذي ضحى وسيضحي. بدوره عضو الوفد السوري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري قال للمشاركين في الوقفة التضامنية إن وفد ما يسمى المعارضة لم يأتي للحوار ولم يتمتع بأي جدية، ومع ذلك فإن وفدنا لم يأتي ليسجل انتصار سوريا على سوريا. هم جاءوا إلى جنيف ليس للانخراط في حوار، جاءوا للمزايدة ولممارسة لعبة العمالة والخيانة لصالح أجندات دولية أكبر منهم بكثير. نحن هنا ليس لنسجل انتصار سوريا على سوري آخر أبداً.
وأضاف الجعفري أن الأمر المهم الذي حصل في اجتماعات الأمس واليوم أن وفد الائتلاف ما يسمى المعارضة اختلف فيما بينه وظهرت الصدامات والخلافات. انشق وفدهم وظهرت الصدامات والخلافات بينهم، والآن قبل ما نخرج وبعد انتهاء أعمال الجلسة ورفع أعمال الجلسة من قبل الوسيط الإبراهيمي، وقف اثنين منهم وقالوا نحن غير موافقين على الكلام اللي قالوه هنين. فيما أكدت السيدة لونا الشبل عضو الوفد السوري على التمسك بسيادة القرار السوري وعدم التفريط بأي ذرة من التراب السوري. بوجودكم وبوجود اللي مثلكم وبوجود شعب سوري صامد 3 سنين تحت الإرهاب وجيش عربي سوري ضحى بكل شيء، شباب مثل الزهرات عم تستشهد كرمال هالبلد تضل، وانتو جاليتنا اللي برا وشبابنا اللي برا اللي بترفعوا الراس، نحن بس لتطمنوا، ولا ذرة تراب ولا مبدأ. سوريا للسوريين ولغير السوريين، سوريا للسوريين وللعرب بكرامتها وبعزتها وبأنفتها وبرئيسها بشار الأسد. كلمات مبدئية خرجت من أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية تؤكد التمسك بسيادة واستقلال القرار السوري. هي رسالة المئات من أبناء الجالية السورية القاطنين في أوروبا، اجتمعوا بمشاركة العديد من أبناء الجاليات العربية ومتضامنين أجانب أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، دعما لسوريا وشعبها وجيشها ووفدها ورفضا للإرهاب الذي تتعرض له. المشاركون دعوا إلى الاستمرار بمكافحة الإرهاب والتصدي للإرهابيين العابرين للحدود ومحاربة ظواهر التطرف والتعصب بكل أشكالها، وإلزام الدول الراعية للإرهاب في سوريا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتوقف عن دعم وتسليح وتمويل الإرهابيين وتوفير الملاذات الآمنة لهم وتحميلها مسؤولية الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب السوري. نحن جايين نتضامن مع سوريا ومع سيادة الدكتور بشار الأسد ومنقول له نعم. أنا من قصير حمص، أنا جاي أقول لا للإرهاب ولا للتطرف، ونحن مع لقاء الدكتور بشار الأسد ومع الدولة السورية. نحن جايين من فرنسا حتى نأكد للعالم كله أنه نحن مع سيادة الرئيس بشار الأسد ومع الجيش العربي السوري. شوفوا هالمسيرة هاي، شوفوا هالحضارة، شوفوا هالرقي، هذا نحن اللي منمثله، هذا نحن اللي منمثله. نحن ما منمثل الإرهاب، نحن ما منمثل التخلف، نحن كنا نور الحضارات ورح نضل بإذن الله بقيادة بشار الأسد. نحن جايين أول شيء ندعم بلدنا سوريا ونقول انه هذا الوفد اللي بيمثلنا، ونحن جايين نورجيهم انه هالاغبياء اللي ما بيقدروا ينظموا وفدهم ما حيقدروا ينظموا بلد، ونحن مع جيشنا، ونحن بلدنا بترفضهم والشعب بيرفضهم حتى الجيش بيرفضهم. انا جاي من باريس لشارك الوفد العظيم اللي بيمثلنا، نحن ما بيمثلنا غير وفدنا العظيم على الصور هدول والجيش العظيم وقائدنا، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. نحن جينا اليوم مشان نأكد على كلمة وزير الخارجية إنه ما حدا بيفرض على سوريا شيء، ونحن كلنا نحن الشعب بنمثل الوفد بيمثلنا، ونحن بنساوي اللي بدنا إياه، ما حدا بيفرض شيء علينا. نحن جينا من جمهورية التشيك عبارة عن باصين مليانين فقط من أجل إنه نقول إنه الشعب السوري موجود بكل أصقاع العالم. الشعب السوري كلياته روح وحدة وكلياته عم يحس بنفس المشاعر سواء داخل سوريا أو خارج سوريا. كلياتنا جينا لدعم الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. أنا جاية اليوم من براغ لأقول إنه نحن إنه لندعم قرارات المؤتمر ولنقول إنه نحن رح ننتصر، وقلنا قائد واحد وجيش واحد وبلد واحد وهي سوريا. جايين نحيي الوفد ونقول نحن أرواحنا ودمنا مشان ترجع هالبلد. يعني وليد المعلم والوفد الجاي حامل آلاف دعاء من السوريين وحامل معاناة اللاجئين اللي تلجؤوا، حامل ألف قضية. يا رب الله ينصره يا رب. نحن نؤيد هذا الوفد لأنه يسعى إلى وقف الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري، ويسعى إلى إيجاد حلول حضارية وسلمية وسياسية لما نعاني منه. الله ينصر سوريا إن شاء الله ورئيسنا وجيشنا، ونرجع لبلادنا سالمين غانمين وما لنا غيره من ألمانيا. وعلت حناجر المشاركين بهتافات داعمة لوطنهم وجيشهم في مواجهة الإرهاب التكفيري. بدي وجه تحية للجيش العربي السوري، بدي وجه تحية لأخواتي بالجيش العربي السوري فردا فردا،
وبكل وطننا بحمايتكم، وطننا أماني بأعناقكم. نحن صحيح مغتربين بس قلوبنا مع جيشنا، قلوبنا مع رئيسنا الصامد. نحن جايين آلاف الكيلومترات إلى جنيف حتى نقبل أيادي وأحذية الجيش العربي السوري حامل الأرض والعرض. جايين نقول للعالم كله نحن اجينا لهون لنرفض اي تدخل لسوريا، ونحن كلنا مع الرئيس بشار الاسد والجيش السوري، والله حامي الجيش السوري والرئيس بشار الاسد. وفي بيان لهم عبر المشاركون عن رفضهم لاي شكل من اشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخليه والتمسك بحق شعبها الحصري في رسم مستقبل بلده بعيدا عن اي ضغوط او تهديدات. وفي دمشق قام فرع اتحاد شبيبة الثورة وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة لدعم وفد الجمهورية العربية السورية والتأكيد على أنه الممثل الوحيد للشعب السوري. بالطوب اسمك يا بلادي عشان يصل ما بتغير، يا مالي ولا بلاد على حبك ما في حبيب. تحت شعار الشعب العربي السوري يقرر مصيره، نظم فرع دمشق الاتحاد شبيبة الثورة وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق دعما لوفد الجمهورية العربية السورية في جنيف، وللتأكيد على أنه الممثل الوحيد والشرعي للشعب السوري. طبعا وقفة عز، وقفة فخر، وقفة كبرياء شفناها من وفد الحكومة السورية لمؤتمر جنيف. هذا الوفد يلي بيمثل الشعب السوري بكل أطيافه بكل مكوناته. نحن ما عندنا ممثل تاني غير وفد الجمهورية العربية السورية. نحن اليوم موجودين شباب اتحاد شبيبة الثورة بدمشق، جايين لحتى نوقف وقفة تضامنية مع وفد الجمهورية العربية السورية الذي يمثل الشعب العربي السوري. المشاركون أكدوا على مواصلة عطائهم لوطنهم، منددين بمواقف ما يسمى المعارضة في الخارج الذين ينفذون أجندات خارجية. نتوجه بتحية الاعتزاز والتقدير لهذا الوفد الذي يقود المعركة الدبلوماسية بكل هدوء وحكمة وبدون أن ينجر إلى المواقف الاستفزازية، وهو الوفد الذي يمثل مصالح أغلب السوريين بل كل السوريين وجميع السوريين، على عكس وفد الائتلاف أو وفد روبرت فورد الذي رفض أن يدين الإرهاب. السوريون بجميع أطيافهم ومكوناتهم يؤكدون أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله. كما خرجت في دمشق مسيرة سيارات دعما لمواقف وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف. مسيرة سيارات عفوية جابت شوارع مدينة دمشق دعما للقرار السيادي الوطني. أول شيء الله محيي الجيش، ونحن هون تضامنا مع وفد جنيف 2 حابين نقول لهم أنه أنتم هنيك بمونترو عم تحاربوا، ونحن هون معكم والجيش معكم والبلد معكم، والله محيي الجيش. بدنا سوريا ترجع مثل ما كانت أحلى وأكثر. الله محيي الجيش، الله يعطيهم العافية، والله محييهم، والله يقويهم يا رب. سوريا رجعت وخلصت غصنا على الكل، وإن شاء الله سوريا رح تبقى أحلى وقوية إجبار عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. من أمام مدينة الجلاء الرياضية احتشد المواطنون بعفويتهم المعهودة على أمر واحد هو حب الوطن بهتافات وأعلام وصور عبرت عن دعمهم لوفد الجمهورية العربية السوري إلى جنيف، الذي بيّن الحقائق أمام الرأي العام العالمي وكشف معالم التضليل الإعلامي. نحن جايين نحتفل مع الشباب هون فرحتنا. الله محيي الجيش ويخلينا ويرحم الشهداء كلهم. فينا نوقف مع الوفد السوري بجنيف ودائما مع الجيش السوري أكيد. شو ما سويتوا منصورين بعفو الله، ولكن بنصحة الأموية وبدنا نضل رايحين جاي. كما التقى المشاركون في المسيرة وسط ساحة الأمويين، وهتف المشاركون فيها لجيش الوطن تعبيرا عن دعمهم لحربه على الإرهاب. دعما للوفد الجمهورية العربية السورية في مؤتمر جنيف 2، يقوم المواطنون السوريون في شتى أنحاء مدينة دمشق بمسيرات حاشدة تعج المدينة. التلفزيون العربي السوري، بشار صقر، دمشق. وفي حلب أيضا نفذ طلبة أساتذة الجامعة وقفة تضامنية دعما لصمود الجيش العربي السوري في حربها على الإرهاب ولمواقف وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف.
عبر أساتذة وطلبة جامعة حلب اليوم عن ثقتهم المطلقة بوفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر جنيف الثاني، والذي يدافع عن مصالح الشعب السوري ويتمسك بوحدة سوريا أرضا وشعبا. سوريا صامدة بقائدها وبشعبها وبجيشها. خرجت جامعة حلب بطلابها والعاملين فيها من أساتذة ومهندسين ومخبريين، كل يعبر بطريقته الخاصة. نقول لوفدنا في جنيف شكرا لوفد الجمهورية العربية السورية الذي مثل الجمهورية العربية السورية خيرا تمثيل. إنها حلب بشبابها وشيبها، إنها حلب بطلابها وأساتذتها، خرجت جميعا لتقول لمؤتمرين بجنيف أنه يجب إيقاف الإرهاب والإرهابيين. وأكد الطلاب والأساتذة أن آمال وتطلعات الشعب السوري تتركز على مكافحة الإرهاب والقضاء على العصابات المسلحة. نحن في يوم وقفة تضامنية مع شعبنا ومع جيشنا ضد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها سوريا. اللي بيمثلنا بجنيف هو الوفد السوري، وفد الحكومة السورية. ما رح نسأل على جنيف 2 ولا على جنيف 10، الحل بإيد الجيش العربي السوري على الأرض. الطلبة العرب الدارسون في جامعة حلب أدانوا الصمت العربي حيال الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة وتواطؤهم المكشوف مع المتآمرين على سوريا. هذا الوفد أثبت للعالم أجمع، وليس لسوريا فقط، للعالم أجمع بأن سوريا رقم صعب، صعب تجاوزه. سوريا دولة عربية وقفت إلى جانب أزماتهم دائما، وكانت دائما ترفض أي تدخل أجنبي في الدول العربية. طلاب جامعة حلب قالوا كلمتهم لا للإرهاب ولا لداعمي تخريب المدن والقرى، ونعم فقط لكل الأوفياء الذين يساندون قضايانا العادلة. ودعما لسوريا في مواجهة الإرهاب، اجتمع العديد من شيوخ العشائر العراقية في فندق داماروز بدمشق للتأكيد على الوقوف مع سوريا في خندق واحد للتصدي للإرهاب وكل من يدعمه من دول غربية وعربية تريد بث الفتنة والتفرقة بين الشعب الواحد. لأن سوريا تتعرض للإرهاب ذاته الذي يتعرض له العراق الشقيق، كان اجتماع شيوخ العشائر العراقية في دمشق دعما لها في مكافحة الإرهاب التكفيري، وتأكيدا منهم على وحدة الصف في الدفاع عن الأمة والقضاء على الإرهاب. من الطبيعي أن تحصل هذه المشاركة من العشائر العراقية، لأن الشعبين العراقي والسوري شعب واحد على مر التاريخ. نحن من العراق جئنا لمؤازرة الشعب السوري في وقفته البطلة، ونكون داعمين ومساندين له، و مهما استطعنا أن نقدم له من شيء، وخاصة تكون دماءنا رخيصة من أجل أن نقضي على الإرهاب وندمره. الأشقاء أكدوا تلاحم الشعبين السوري والعراقي، مشددين على ضرورة وقف نزيف الدم الذي يجري في البلدين، مع التنديد بمواقف بعض الدول العربية التي تدعم الإرهاب بشكل سافر، موجهين التحية لأبطال الجيش العربي السوري. نحن كشيوخ عشائر معهم وسنقف معهم إن شاء الله صفا واحدا، ولا يكون فرق بيننا وبين الشعب السوري. لكن الذي يؤسفنا أن تقوم الدول العربية وتقدم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي إلى هؤلاء الأنجاس لغرض إراقة الدم العربي المسلم. نرفض هذه الأساليب المجرمة التكفيرية التي هي صنيعة الاستعمار أمريكا وإسرائيل، والتي امتطت السعودية وقطر بدعمها اللوجستي والتنفيذي، وسيكون النصر عاجلا أم آجلا بيد العراقيين وبيد السوريين إن شاء الله. واختتم الاجتماع ببيان ختامي أكد على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها ودعمها في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. لا أحد في العالم سيد كيري، لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم، هذا حقهم.
قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع بزيارة تفقدية لعدد من النقاط العسكرية في محافظة حلب. قام السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع بزيارة تفقدية لبعض النقاط العسكرية في محافظة حلب. البداية كانت من ثكنة طارق بن زياد، حيث استمع لشرح تفصيلي عن المناطق المحيطة بالثكنة وعن العمليات العسكرية التي يقوم بها جيشنا الباسل في مناطق بني زيد والليرمون. بعد ذلك التقى السيد العماد أبناء حلب الذين التحقوا مؤخرا لأداء خدمتهم الوطنية في مقر أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية. بالدم نبيك سوريا، بالروح بالدم نبيك سوريا. وخلال الجولة ترأس السيد العماد اجتماعا ضم كبار القادة العسكريين ووجه بضرورة تكثيف العمليات العسكرية في المناطق التي تشهد تواجدا للمجموعات الإرهابية المسلحة. وختم السيد العماد زيارته بجولة تفقدية لمطار حلب الدولي بعد أن قام بواسل قواتنا المسلحة بتأمين محيطه بالكامل. جئت إلى حلب حتى أحيي مقاتلين الأبطال في الجيش العربي السوري على انتصاراتهم الرائعة وتحرير مناطق كثيرة في حلب وطرد المسلحين أو قتلهم في هذه المناطق، وأهم هذه المناطق هو مطار حلب وما حول مطار حلب. والآن المطار جاهز استقبال الطائرات، فقط يحتاج إلى بعض الأمور الفنية، وخلال أيام قليلة راح يستقبل كل الطائرات المدنية اللي ممكن يستقبلها على أرض هذا المطار. جنودنا البواسل أيضا المقاتلين في كل خطوط القتال، أنا نقلت لهم تحية ومحبة واعتزاز السيد الرئيس بشار الأسد ببطولات وتضحيات، والتحية لهم من كل مواطن أيضا عربي سوري على أرض هذا الوطن وخارج هذا الوطن، نحييهم من قلوبنا. ونحن نقول لأهالي مدينة حلب، حلب ستبقى منتصرة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وببطولات جيشنا العربي السوري وبتعاون أهالي حلب، وسنحرر حلب قريبا إن شاء الله من كل العصابات الإرهابية المسلحة. سيادة العماد، هناك مناطق صدم الإرهابيون المرتزقة بدخول الجيش العربي السوري إليها ولم يكن يتوقع أن يقوم الجيش باقتحام تلك المناطق، ما هو سر هذا يعني هذه الخطط وهذه العمليات الناجحة؟ إيمان القيادة أولا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، إيمان أيضا القيادة بحتمية النصر، إيماننا بحقنا بوطننا أن يكون عزيز كريم منتصر دائما. سوريا تعرضت لمؤامرة كبيرة جدا، مؤامرة دولية، قواتنا المسلحة وشعبنا وأيضا قائدنا أكبر من كل هذه المؤامرة وأسقط كل ما خطط له المتآمرون. والمملكة الصهيونية السعودية التي دعمت هذا الإرهاب ومن يدور في فلكها، نقول لها أن هذه المؤامرة ساقطة وتحت ضربات مقاتلين البواسل، النصر قريب وقريب جدا. إذن هي زيارة تأتي لتتوج انتصارات بواسل قواتنا المسلحة هنا على الأرض في محافظة حلب خلال الفترة الوجيزة الماضية، ودائما وأبدا تحت أقدام جيشنا الباسل يسقط ويسحق المحال. شادي حلوة، تلفزيون عربي السوري، حلب. تمكنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وحدة من الجيش العربي السوري من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين خلال ملاحقتها لفلول الإرهابيين في حي المليطة بمدينة النبك في ريف دمشق. إلى ذلك تم القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة ومتداعميها في خان الشيح ومزارعها مما يسمى أحرار الشام وأحفاد الرسول ولواء دجانة وسرايا العز، من بينهم التونسي شريف بن علي والسعودي بكر الجعيدي. بالتزامن اشتبكت وحدات من جيشنا مع إرهابيين في مدينة دارية وعلى الطريق العريض في يبرود وبلدتي رأس العين وعين الخضرة وبين بلدتي الصرخة وجبعدين، وقضت على أعداد منهم من بينهم عمار شريدة متزعم ما يسمى مجموعة الصحابة. وفي عدر العمالية قضت قواتنا المسلحة على إرهابيين مما يسمى الجبهة الإسلامية في منطقة التوسع، من بينهم أنس الكسواني متزعم إحدى المجموعات.
وفي دمشق ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي سيارة مفخخة بحوالي 100 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار في إحدى أحياء دمشق. وفككت وحدات الهندسة السيارة المفخخة فيما باشرت الأجهزة المختصة بالتحقيقات اللازمة. وفي ريف تل كلخ اشتبكت وحدة من الجيش العربي السوري مع مجموعة إرهابية تسللت من الأراضي اللبنانية إلى مزارع قرية الغيضة واعتدوا على الأهالي والمزارعين ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين. تسللت مجموعة إرهابية من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه قرية الغيضة بريف تل كلخ وقامت بالاعتداء على عدد من المواطنين أثناء قيامهم بأعمالهم الزراعية، فتصدت لهم بواسل الجيش العربي السوري وقضت على عدد منهم. قامت مجموعة إرهابية بالتسلل من الأراضي اللبنانية في موقع ملتقى النهرين باتجاه تل كلخ، فقمنا بالتصدي لها. أولا قامت بالاعتداء على المزارعين الموجودين وقتلنا القسم منهم والقسم الآخر لازأ بالفرار. طبعا هذه المحاولات تندرج في إطار أنه مساعدة المسلحي الزارة وتخفيف الضغط عنهم. المسلحين إجوا من لبنان وهاجموا علينا بمزارع الغيضة. كنت أشتغل بالأرض، هاجموا علينا مسلحين، اجوا الوان غرفتكم، فوت على الغرفه كربسوني وبرش اسلفين. سلل اليوم مجموعه ارهابيه من لبنان من منطقه النهرين عام عباساتين الغيضه في مزارع الفلاحين، مين ما حضوا فيه قتلوه على الطريق، اجى الجيش اشتبكوا وياهم وفلوا باتجاه لبنان. يد الارهاب العابر للحدود تمتد من جديد لتعتدي على ابناء المناطق الحدوديه، والأهالي يؤكدون صمودهم مع الوطن مهما كانت التضحيات. كل الرحمة لشهداء الوطن وشفاء العاجل للجرحى. هذا وتتبع قوات الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلية ملاحقة الإرهابيين في أحياء العرفي والإجبيلية والرشدية والصناعة والحويقة، وقضت على عدد من الإرهابيين فيها عرف منهم الإرهابي ياسر الشبلي. استنفت اليوم عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك بعد أن أوقفت أمس بسبب إطلاق العصابات الإرهابية النار على المدنيين ما أدى لإصابة عدد منهم. أن يطعم أخوته ليس مبررا كافيا في شرعية أعداء الوطن والإنسان ليدخل أرضا ويقتلع منها الحشائش ليسد جوع عائلته بعدما اختطف المخيم وأصبح منطلقا لعمليات الإرهاب. كاميرا الأخبار دخلت من بناء لبناء ومن طلاقية إلى أخرى لترصد عدد منهم مطلقي اللحى والذين يدل لباسهم على أنهم غير سوريين. استنف إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك بعدما أطلقت العصابات الإرهابية أمس النار على الأسر التي خرجت لتأخذ حصصها الغذائية. امبارح توزع حوالي 1100 كرتونة. طبعا زنة الكرتونة 35 كيلوغرام فيها المواد الأساسية لكل شو اسمه. في الساعة 4:15 توقف التوزيع. هذا التوزيع توقف بسبب يعني الرصاص اللي نزل على المكان التوزيع، وهذا العمل يعني من القناصين اضطرت الناس إلى الهرب، وقسم من الناس لم يستطع حتى أن يهرب وحوصر في منطقة معينة حتى أتيح له ليلا أن يغادر. وهذا العمل كله الكبير يتم من خلال تسهيلات وحماية ورعاية الحكومة السورية
ولولا التسهيلات التي قدمت لم نستطع أن نقدم ما قدمناه حتى هذه اللحظة. يوم أمس استطعنا أن نوزع حوالي 1129 طرد غذائي، وأيضا أخرجنا حوالي 43 حالة، ولكن للأسف الشديد هذا لم يعجب المسلحين الإرهابيين الموجودين في المخيم، فقاموا في إطلاق النار علينا عند الساعة حوالي 4، مما توقف التوزيع يوم أمس. في هذا الإطار أصبحت الأمور واضحة، الذي يجوع شعبنا والذي يحاصر شعبنا هو المسلحين، وتحديدا ما يسمى جبهة النصرة وداعش والتنظيمات الأصولية. دخول تلك المواد الغذائية كان بمثابة أمل المحاصرين علها تقيهم جوعا فرضه عليهم الإرهابيون. امبارح مثلا شو أكل؟ والله لا ساعد بالأكل لهلا. امبارح؟ اي والله. طب اللي قبله شو أكل؟ عجلة عصفورة. ما في غير رجل عصفورة. عجلة عصفورة. شو هي رجل عصفورة؟ حشيش. حشيش. ايوه. عم نشتري الكيلو ب 400 ليرة ب 350. رجل العصفورة هاي عشبة، هاي ما عم ناكلها، لحنا عم ندبر حالنا فيها. الدواب ما عم تاكلها، العالم عم تتسمم منه وعم تموت. يعني والله يعني هالكراتين اللي فاتت فرجت على العالم خير الله. العصابات اللي كانت جوا هي ما عم تخلينا لا نطلع برا ولا ناكل، هي حرمتنا من كل شيء. طب هلا بعد ما طلعت شو بتجهلون رسالة هدول الإرهابيين؟ الله لا يوفقهم، إن شاء الله بموتوا كلهم. عدد كبير من مساعدات دخل، لكن عدد الأسر المحاصرة أكبر بكثير، وللظرف أحكامه في إمكانية إدخالها لسد الفجوة بين ضيق الوقت وعدد الأسر الكبير. أزمة الفلسطينيين المحاصرين داخل المخيم المختطف لزوال، لكن عصابات الغدر والإجرام تحاول بشتى الوسائل الإطالة بعمرها. لأخبار تلفزيون عربي السوري، محمد جربوع، مخيم اليرموك. شكرا للزميل محمد، وبهذا التقرير نختم ملفات النشرة، بقي فيها تذكير بأبرز العناوين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بدعوة من الرئيس الأسد، السوريون يتضرعون إلى الله في صلاة الاستسقاء، المغفرة والرحمة والغوث. نحن جئنا إلى جنيف حاملين معنا هموم شعبنا ومطالبه، وفي مقدمة هذه الهموم مكافحة الإرهاب. المعلم، الحوار البناء يجري تحت سماء الوطن، ومستقبل سوريا لا يمكن تقريره مع تيار صغير يسمي نفسه معارضة. السوريون والعرب من جنيف إلى دمشق وحلب، ندعم تمسك وفد الجمهورية العربية السورية بالثوابت الوطنية. العماد الفريج، نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وزير الدفاع، يتفقد عددا من النقاط العسكرية في محافظة حلب. والمساعدات الإنسانية تستأنف دخولها لمخيم اليرموك بعد إطلاق الإرهابيين النار عليها أمس. بهذا نصل لختام النشرة، إلى اللقاء. المجد والسلام لسوريا والرحمة لشهدائها، إلى اللقاء.